المشخصاتي، هذا ما أطلقه عليه الفنان فريد شوقي لقدرته على تقديم الأدوار المتنوعة ما بين الشرير والطيب، كما عرف بالولد الشقي وشبه بأحمد رمزي وحسن يوسف عصره. إنه وائل نور، الفنان المصري الذي ولد في أبريل عام 1961، حصل على دبلوم معهد السكرتارية ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية. ولما هي المدرسة مش عاجباك بتشتغل فيها ليه؟ لقمة العيش بتكبرني. بتكبرك إنك تسكت إنك تخرج؟ حاولت أتكلم. حوالين قسم الشرطة والنيابة الإدارية. ليه؟ تلميذ عندي مشاغب في الفصل. اتهمني إني ضربته. صدقوا التلميذ وكذبوا المدرس. الزمن بهدلني. وائل نور الذي احتفل بعيد ميلاده 55 قبل أسبوع اغتاله الموت بشقته بالإسكندرية بعد 150 عملا فنيا. الله يرحمها يا ليه. كنت أسمعك ليه؟ مرضيتش. طب هي فين وأنا أروح أجيب؟ تنوعت أدواره بين السينما والتلفزيون والمسرح، وحقق على مدار 20 عاما شهرة واسعة، ثم غاب نور فترة طويلة بعيدا عن الساحة الفنية، إلا أنه استطاع أن يترك لنفسه بصمة قوية في قلوب وذاكرة جمهوره. كده بعد ما طلعتكم كسبانين، في الأول اللي انت عاوزه يطيف، طلباتك يطيفة، وفي الآخر تخلعه. ما تخافش يطيف، المرة دي مش هنخلع. رحم الله الفقيد. أنا شايف اللي أنا بطل ومش بجري على حاجة، يعني زي ما تقولي شبعان، من ممثلين شبعانين، يعني أنا بفكر في إيه، عايز أوصل لإيه، هو ده اللي شغلني.